إذا للحديث عن ملتقى علماء الأمة وتأكيدهم الوقوف في وجه الجرائم والانتهاكات الصهيونية إزاء القدس والمسجد الأقصى المبارك، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الشيخ نواف التكروري. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم. بداية، ما أهمية الملتقى الذي أقمتموه حاليا كعلماء للأمة إزاء القدس والمسجد الأقصى المبارك؟ تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أشكركم على هذه الدعوة الكريمة وعلى المتابعة، الله يجزيكم الخير. حياك الله. الحقيقة هذا المؤتمر يأتي من علماء الأمة وتداعي مؤسسات العلماء للوقوف وإعلان الخطر الداهم على المسجد الأقصى المبارك والوقوف مع المقاومة ومع شعبنا المرابطين في بيت المقدس وفي كل فلسطين لمواجهة هذا العدوان الغاشم على مسجدنا الأقصى المبارك الذي يريد الصهاينة من خلال جريمتهم ومسيرتهم الإجرامية هذه أن يثبتوا السيادة على المسجد الأقصى المبارك لهم، ويرسخوا فكرة التقسيم الزماني والمكاني لهذا المسجد، ويجعلوا حقا لهم في التصرف في مسجدنا المبارك من خلال المرور بمسيرتهم وأعلامهم الاحتلالية الإجرامية في باب العمود وفي ساحات وفي المسجد الأقصى المبارك. لذلك يأتي تداعي العلماء للإعلان والتأكيد ودعوة الأمة لكل فئاتها وكل في موقعه إلى تضافر الجهود وبذل المستطاع، والمستطاع كبير وكبير جدا لمواجهة هذه الاعتداء. إذا ما تحدثنا فضيلة الشيخ، إذا ما تحدثنا عن الخطورة، يعني أين تكمن خطورة مسيرة الأعلام التي يزمع الاحتلال تسيرها الأحد نحو المسجد الأقصى؟ هل في ذلك خطورة على المقدسات الإسلامية فضيلتكم؟ طبعا أخي، هذا شيء يعني المراد منه كما قلت ترسيخ السيادة الصهيونية. نعم. ونزع السلطة من أيدي المسلمين وجعل القرار في أيدي الصهاينة يعيثون فسادا في المسجد الأقصى المبارك وهم يخططون ويرتبون، ولولا رباط شعبنا وأهلنا في بيت المقدس من داخله والوافدين إليه من أرضنا المحتلة عام 1948 ومن الضفة الغربية لا أنفذوا هذا المشروع من قبل، وهم يريدوا أن يذبحوا القرابين وأن يصلوا صلواتهم الملحمية كما يسمونها، وهي الانبطاح التام في المسجد الأقصى وإقامة الصلوات الجهرية في المسجد الأقصى المبارك واعتباره معبدا لهم، يرسخون من خلاله هيكلهم المزعوم. فهذه خطوة في هدم المسجد الأقصى المبارك، والخطر كبير وكبير جدا، وليس مجرد جريمة من جرائمهم الكثيرة التي يمارسونها. هذه المرة وهذا الخطر هو مركز ومضاعف، والمراد منه النيل من المسجد الأقصى وقدسيته وإثبات مسؤوليتهم وإشرافهم على هذا المسجد بكل ما فيه، وربما إبقاء مؤقتا مسجد قبة الصخرة ومسجد القبلي، ويقول بعد ذلك الباحات. لذلك أنا أنبه هنا أن لا نقول باحات المسجد الأقصى المبارك، وإنما هو المسجد الأقصى المبارك. فكل هذه المساحة هي المسجد الأقصى المبارك، باب العمود هو من المسجد الأقصى المبارك، حائط البراق هو من المسجد الأقصى المبارك، باب الأسباط، كل هذه أجزاء من المسجد الأقصى المبارك يحاول الصهاينة أن يقتطعوا في كل مرة جزءا من هذه البقاع التي هي جزء من المسجد، ويسمون معابد وأماكن لأداء شعائرهم التلمودية المحرفة. طيب. فضيلة الشيخ، استمرار تحرك علماء الأمة وأيضا استلامهم زمام المبادرة، إلى أي مدى يعيد ارتباط الشعوب بعلمائها بعد حالة الفصام أو الطلاق القائمة بين الأنظمة والشعوب؟ الحقيقة
الحقيقة الأنظمة شيء والعلماء شيء آخر. العلماء ربما حصل شيء من الفجوة في ما عرف بالربيع العربي، وربما بعض التقصيرات هنا وهناك، ولكن العلماء بقوا وسيبقوا، وإن حصلت نقاط ضعف ولكنهم يبقوا ويبقوا أهل غيرة. أنا أقصد عندما أتحدث عن العلماء أقصد العلماء الصالحين الصادقين الذين يتعرضوا للخلل ولكنهم يبقوا بوصلة ويعرفوا البوصلة ويوجهوا الأمة باتجاه بوصلتها الحقيقية. أما الأنظمة فلا شك أن هناك من ذهب إلى التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني وحصلت الفجوة الكبيرة والكلية بينه وبين بينهم وبين الشعوب، كالذين ذهبوا للتطبيع مع الكيان الصهيوني وخانوا شعوبهم وأمتهم وأقصاهم ومقدساتهم. أنا أعتقد أن تداعي العلماء اليوم ورفعهم للواء والراية هو السبيل الأوضح في بث الوعي لدى الشعوب في حمل رسالتها. الشعوب أصيلة وخيرة ولا تتخلى عن مهمتها، ولكن العلماء هم الذين يوجهوا التوجيه الصحيح، وهم الذين يشكلوا التعبئة المناسبة في حمل اللواء ورفع الراية. وأنا أعتقد العلماء اليوم في لقائهم دعوا إلى أكثر من مجرد المساندة والدعم، دعوا إلى المشاركة، بل إلى البحث في السبل الموصلة إلى مباشرة الجهاد بكل سبله وألوانه من أهلنا في خارج فلسطين. وربما يبدأ بالدعم المالي والدعم العلمي والفكري، ولكنه لا ينتهي إلا بمباشرة الجهاد بذروة سنامه والمشاركة فيه، كما حصل مرارا مع المسجد الأقصى المبارك. وهذا خط تحدث عنه العلماء، كثير منهم اليوم أشار إلى هذا المعنى، وأنه ضرورة أن نعد الجيل، وبدل من الذهاب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني واستقباله في مدننا وفي عواصمنا، أن نعد شباب الأمة لكي تكون جاهزة للمعركة الفاصلة القادمة القريبة. فضيلة الشيخ، مراقبون للشأن الفلسطيني يقولون إن الحراك العلمائي يجب أن يكون أكثر تأثيرا طبعا على المستوى الدولي، ما هي رؤيتكم لتعزيز هذا الدور فضيلة الشيخ؟ والله بالتأكيد يعني دور العلماء ينبغي أن يكون ضاغطا ومن خلال الشارع أيضا على الحكام وعلى المجتمع الدولي بتحريك المسيرات وتحريض الشعوب للقيام بمهامها، وهذا لا شك أنه سيكون له أثره. ثم طرح في لقاءات كوالالمبور التي كانت نصرة للقدس في الأسبوع الماضي تشكيل الوفود من العلماء لزيارة البلاد رسميا وشعبيا ورجال أعمال وإغاثيا للتحريض من أجل نصرة المقاومة وتثبيتها والمرابطين على أرض القدس خاصة وفلسطين عامة. من اسطنبول رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج نواف التكروري، شكرا جزيلا لكم.